انه عملنا الخيمه وعم نعمل حلقات تفريغ جماعيه، وممكن اذا شخص اجى قال انا بحاجه لحدا كمان نعمل له جلسات فرديه. هيدا الشيء ما بينتهي هون بالخيمه، لانه الاشخاص اللي عم بيشاركوا بحلقات التفريغ الجماعيه عم ناخد ارقامهم نرجع نتابعهم واحد واحد من قبل الفريق تبعنا. والحمد لله هلا في اعداد كبيره عم نشتغل كمان كل النهار لحد الساعه 3 تقريبا او 4 بعد الظهر بحلقات التفريغ هون بوسط بيروت، ومن بعد ما نرجع على البيت عم نشتغل على التليفون للي بحب يتواصل معنا ويفرغ عبر التليفون. طبعا استفدت ولقيت اشياء ايجابيه وبدك تعملها، يعني انه مش انه ما طالع على بالك تعمل، وبدك تعيش الجو، اذا عشت الجو بتستفاد. إذا أنت حاط براسك ما بدك مهما شو ما نعمل ما بيزبط. في عندك نشاط من الأنشطة اللي نحن كتير منحبها، إنه كل طفل لما بده يعبر عن المشاعر اللي جواته يرسمها، من بعد ما يرسم أي رسمة بيقدر يحكي قصة، من بعد ما يحكي قصة بيصير في مثل حوار بينه وبين الأم أو بينه وبين الراشد، إنه ليه رسمت هالرسمة، هيدا لشو بيرمز، بيصير بيقدر يستخلص منه ليفهم أكتر الأفكار اللي حطها بالرسمة. في كمان كل طفل مثلا حابب يعبر عن مشاعره بجملة أو بكلمة وبعدين يقولها على صوت عالي ويجسدها بحركة جسدية، وهيدي النشاطات فيها كمان تنعمل بالبيت، فالأهل لما يشاركوا بنشاط مع أولادهم بالخيمة بيقدروا كمان يعملوه بالبيت أو حتى مع رفقاتهم.